بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدري باشا، وشرحه للشيخ محمد زيد الإبياني رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى المادة 60. قال: لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها، يعني ولا يطالب الوكيل بتسليم المهر للزوجة إلا إذا ضمنه لها، إلا إذا ضمن الوكيل المهر للزوجة فيطالب بتسليمه، فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج. وهذا شأن الوكالات كلها، أنت الوكيل إذا غير، إذا فعل شيئا إيجابيا، فعل شيئا زيادة فوق ما طلب منه الوكيل، لا يرجع بقيمة هذا الزائد على الموكل، لأنه متبرع، لأنه متبرع. قال: وليس له الرجوع بها على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه، قال له اضمن عني المهر، فعندها دفعه يرجع به. على كل حال سيشرح الآن الشيخ هذا الكلام. قال: فإذا ولي الوكيل عقد الزواج فقد انتهت مأموريته، يعني انتهى الأمر، مأموريته يعني انتهى الفعل الذي وكل به، ليس له فوق ذلك، ليس له فوق ذلك، فلا يطالب بالحقوق المترتبة عليه على عقد الزواج. ما هي الحقوق المترتبة على عقد الزواج؟ تسليم الزوجة، تسليم المهر، تسليم الزوجة للزوج، تسليم المهر للزوجة، هذه هي الحقوق المترتبة على النفقة إلى غير ذلك. قال: فلا يطالب بالحقوق المترتبة عليه، المترتبة عليه والضمير راجع إلى العقد. لما غير لا يطالب؟ قال: لأنه سفير، لأنه سفير ومعبر فقط. ماذا يعني قوله لأنه سفير ومعبر فقط؟ يعني الوكيل إنما هو ينقل عبارة الآمر ويعبر عن المرسل فقط. الوكيل هو عبارة عن شخص ينقل عبارة الموكل، ينقل عبارة الموكل ويعبر عنه، لذا لا تلحقه العهدة، لا تلحقه العهدة. وهنا يحسن الإشارة إلى أمر، وهو أن الواحد كما يصلح أن يكون معبرا عن واحد، كما يصلح أن يكون ناقلا كلام واحد، يصلح أن يكون معبرا عن اثنين، ويصلح أن يكون كذلك ناقلا كلام اثنين. فلذا عندنا الوكيل يملك أن يعقد طرفي النكاح، يكون هو الموجب والقابل بآن واحد، وسيأتي معنا هذا. قال: لأنه سفير ومعبر فقط، بخلاف الوكيل في البيع، فإن كان وكيلا من جهة البائع يطالب بتسليم المبيع، يطالب بتسليم المبيع للمشتري، وإن كان
من جهة المشتري وإن كان وكيلا من جهة المشتري يطالب بالثمن، يعني يطالب بدفع الثمن للبائع. ومثلهما جميع الحقوق المترتبة على عقد البيع كما يأتي لك في محله. وحينئذ فلا يطالب الزوج الوكيل بتسليم الزوجة بتسليمه الزوجة، ولا تطالب الزوجة الوكيل بمهرها بمجرد هذا العقد. فإن حصل ما يوجب مطالبته، فإن حصل ما يوجب مطالبة الوكيل بالمهر غير العقد، شيء آخر غير العقد طولب به، طولب بالمهر. ما هذا الشيء الذي يوجب مطالبته؟ قال: فإن التزم الوكيل للزوجة أو لوليها بدفع المهر، التزم ضمن، يعني ضمن الوكيل المهران، سواء كان هذا الالتزام في العقد، يعني قال أنا قبلت الزواج، زوجني ابنتك زينب لموكلي زيد، لموكلي زيد وأنا أضمن عنه المهر، كان الضمان هنا أثناء العقد أو بعد العقد بعد الانتهاء من العقد، سواء كان هذا الالتزام في العقد أو بعده وجب عليه أداؤه. لكن وجوب هذا الأداء لم يكن بالعقد بل بالضمان، يعني سبب هذا الوجوب ليس العقد وإنما سببه الضمان. فإن دفع الوكيل المهر وأراد أن يأخذه من الزوج فإن أعطاه من غير نزاع فبها، يعني لا كلام لنا في هذه المسألة لأن الأمر قد انتهى، أعطاه. وإن تأخر الموكل عن الدفع إليه، عن دفع المهر إلى الوكيل، فإن أذنه بإعطائه للزوجة، يعني فإن أذن الوكيل الموكل للوكيل، أذن الموكل للوكيل بدفع المهر للزوجة أجبر، يعني الموكل على الدفع للوكيل. لما؟ قال: لأن الوكيل في هذه الحالة صار قاضيا دينه، صار قاضيا دين الموكل بإذنه، فلا يكون يعني الوكيل متبرعا بهذا الدفع. وإن كان الزوج لم يأذن، يعني الموكل لم يأذن له للوكيل بالإعطاء، فلا يجبر، فلا يجبر يعني الزوج أو الموكل على دفعه، على دفع المهر للوكيل، لأن الوكيل والحالة هذه يكون متبرعا حيث دفع الدين بلا إذن المدين، بلا إذن المدين، والمدين هنا الآن الزوج. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. المادة 61. قال: يشترط للزوم عقد الوكيل، يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به، يعني لما وكله به. وهذا أحبابي في الواقع هو شرط في سائر أنواع الوكالات، في سائر أنواع الوكالات، أي وكالة إذا خالف الوكيل شروط الموكل لا يكون ما فعله الوكيل نافذا على الموكل لأنه خالف بذلك شرطه. فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه. وهكذا كذلك في سائر الوكالات، أنا وكلتك بشراء عقار مثلا بمواصفات معينة بمبلغ ما، فأنت اشتريت عقارا بمواصفات أفضل وبسعر أعلى، أنا لا يلزمني هذا الذي اشتريته لأنك خالفت ما وكلتك به. ولكن إن أجزت هذا الفعل الذي فعلته أنت ودفعت لك الفلوس، هنا يقول العلماء الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
قال فإن ولي الوكيل العقد الذي وكل فيه وكان موافقا لكل ما أمره به الموكل لزمه، يعني لزم العقد الموكل، لزمه لزم العقد الموكل، وليس له يعني للموكل أن يرده، أن يرد العقد أصلا. فإذا وكل رجل رجلا آخر في أن يزوجه بنت فلان الفلانية بمئة جنيه مثلا، فزوجها له بهذا المبلغ، لزمه هذا العقد وليس له نقضه. فإن خالف بأن زوجه غير المسمى، زوجه أختها مثلا، أو زوج المسمات له بمئة وخمسين جنيها مثلا بزيادة يعني، فلا ينفذ هذا العقد، بل يكون موقوفا على مشيئة الموكل، فإن لم يرضى به أبطله، وإن رضي أجازه. وسيأتي لك إيضاح بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى لهذا المقام في المادة 140 وما بعدها إن شاء الله. قال الباب السادس في الكفاءة. قال تعتبر الكفاءة من جانب الزوج، تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة. الكفاءة يعني هي المساواة، هي المساواة، الكفاءة يعني هي مطلق المساواة، مطلق زيد كفء لعمر يعني مساويه، يعني مساويه. ولكن هنا الكفاءة هنا هي مساواة مخصوصة وليست مطلق المساواة، هي مساواة مخصوصة يعني مساواة بأمور معينة وليست مطلق المساواة. هنا إذن تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فيجوز أن تكون المرأة يعني أدنى منه من الزوج في الشروط المذكورة في المادة الآتية، يعني يجوز أن تكون المرأة أقل رتبة من زوجها شرفا أو مالا أو صنعة إلى غير ذلك كما سيأتي. أما أن يكون الزوج أدنى منها شرفا أو نسبا لا يصح إلا بإجازة الأولياء. قال والكفاءة حق الولي وحق المرأة، حق مشترك. إذن الكفاءة حق مشترك وليس حقا خاصا بالولي وليس حقا خاصا بالمرأة، واعتبارها عند ابتداء العقد، يعني الشرط اعتبارها، اعتبار الكفاءة أراد أن الشرط هو وجود الكفاءة عند ابتداء العقد. فإذا كان الزوج كفءاً عند بداية العقد وبعدما تم العقد بشهر شهرين ثلاثة كان صالحاً صار فاسقاً لا يضر، هذا لا يمنع استمرارية الزواج والعقد. قال فلا يضر زوالها، زوال الكفاءة بعده بعد العقد. قال الكفء في اللغة النظير، الكفء في اللغة النظير، يقال كافأه أي ساواه، يعني هي المساواة، يعني مطلق المساواة، مطلق المساواة. أما الكفاءة شرعا كما قلت قبل قليل هي مساواة مخصوصة. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتساوى دماؤهم، فإذا قتل سيد القبيلة أو الخليفة قتل ظلما وعدوانا واحدا من عامة الناس، من سوقة الناس، من أراذل الناس، وجب القصاص، اتفقا بالإيمان. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم يعني بأمانهم. إذا كنا في معركة
فقام أحد الأشخاص وهو من سوقة الناس من عامة الناس، أعطى الأمان لصديق له غير مسلم مشرك، يصح هذا الأمان، ويسعى بذمتهم أي بأمانهم أدناهم يعني أقلهم عددا وهو الواحد، أو أقلهم منزلة أو أقلهم رتبة. مولانا هذا الحديث في الواقع هو أساس وأصل في المساواة بين الخلق، في المساواة بين الخلق. لذلك الباري ماذا قال جل وعلا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم ولا أجملكم ولا أقواكم ولا أعلمكم ولا 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 ولا. الناس تتفاوت وتتمايز بالتقوى، بالتقوى نعم، أما كلهم تحت أمام الأحكام الشرعية كلهم سواسية كأسنان المشط، فهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا إنما اعتبرت الكفاءة بين الزوجين لأن النكاح يعقد للعمر، إنسان يتزوج من أجل أن يعيش مع زوجته عمرا كاملا 20-30-40 سنة حتى يتوفى ينتقل أحدهما، ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظم ذلك يعني المذكور من الازدواج والصحبة والألفة لا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء، بين الأكفاء المتساوين، ولأنهم يتعيرون بعدم الكفاءة أهل الزوجة، أهل الزوجة يتعيرون، فيتضرر الأولياء به بعدم الكفاءة. والكفاءة تعتبر من جانب الرجل لا من جانب المرأة. لما؟ قال لأن الشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس لمن هو أدنى منها رتبة، فلا بد من اعتبارها من جانبه بخلاف جانبها، فلا تعتبر الكفاءة من جانبها. لما؟ قال لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة المرأة، وهو قادر على إزالة هذا الأمر بطلاقها، أما هي غير قادرة، غير قادرة. والكفاءة حق الولي وحق المرأة، فلو أسقط كل منهما حقه فالأمر ظاهر، يعني لا اعتراض والعقد صحيح. إن الكفاءة ليست شرطا لصحة العقد، العقد ينعقد نافذا عند فقد الكفاءة ينعقد، ولكن غير لازم، غير لازم. فالأمر ظاهر، ولو أسقط واحد منهما حقه، أسقط الأولياء حقهم بالكفاءة، فلا يسقط حق المرأة، أسقطت المرأة حقها في الكفاءة لا يسقط حق الأولياء، إذا بقي حق الآخر. قالوا يترتب على كون الكفاءة حقهما، حق الولي والمرأة، أنه إذا تزوجت المكلفة بغير كفء برضا وليها العاصب قبل العقد، قبل العقد رضي الولي بغير الكفء صح، لأن كل منهما أسقط حقه في الكفاءة فيسقط. ولو زوجت نفسها من غير كفء بلا رضاه، بلا رضا الولي، لم يصح العقد، لأنها وإن أسقطت حقها فحقه باق. ولو كانت الكفاءة حقها وحدها أيوة، إذا العقد لا يصح، العقد لا يصح، لا يصح، لصح هذا العقد. قال متى يصح العقد غير يكون نافذا غير لازم؟ عند إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، بأقل من مهر المثل. قال ولو زوج الأب أو الجد وكل منهما معروف قبل العقد بسوء الاختيار، أو غيرهما من الأولياء، غير الأب والجد من الأولياء، موليته بغير كفئين، زوج الأخ أخته بغير كفئين، أو زوج الأب المعروف بسوء الاختيار ابنته الصغيرة بغير كفئين، قال لم يصح هذا العقد أيضا، لأن الأب والجد معروفان
بسوء الاختيار، وكذلك هذا الأخ وإن كان معروفا بجودة الاختيار ولكن ليس له ولادة التزويج، فكيف إن ليس له ولادة الإجبار، ليس له ولاية الإجبار، فكيف إن زوجها بغير كفئين؟ قال لم يصح هذا العقد أيضا، لأن الولي وإن أسقط حقه في الكفاءة إلا أن حقها حق الزوجة باق، ولو كانت الكفاءة حق الولي وحده لصح هذا العقد. واضح الكلام إن شاء الله. قال واعتباره، هذا كلام جديد، كلام جديد من أول السطر يعني، واعتبار الكفاءة عند ابتداء العقد، يعني كما قال في صاحب المتن الكفاءة معتبرة، يعني يشترط وجودها عند ابتداء العقد. قال فلا يضر زوالها، زوال الكفاءة بعده بعد العقد. فإذا كان الرجل وقت التزوج كفءا للمرأة التي تزوجها ثم زالت الكفاءة بأي سبب من الأسباب الآتية فلا يفسخ العقد بانعدام الكفاءة، يعني إذا زوجت شخص تاجرا ثريا يناسبها يكافئها في المال، يعني يكافئها في المال، وبعد العقد بعد الزواج بسنة سنتين افتقر، هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد. فلا يفسخ العقد بانعدام الكفاءة لأنها من الشروط التي يلزم وجودها في أول الأمر في بداية العقد، ولا يشترط استمرارها لما يترتب على اشتراط الاستمرار من الحرج، لأن بقاء الشخص على حالة واحدة نادر، فيلزم على اعتبار استمرارها فسخ عقود كثيرة، ولا يخفى ما فيه من الضرر. قال المادة 63، إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها، المادة 63، إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد، قبل العقد هو لم يرضى، نعم، أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء، أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن، قلنا الماجن من هو؟ هو الذي لا يبالي ما قيل في حقه ولا يبالي فيما يفعل، هذا هو الماجن، لا يكترث بقدح وذنب الناس ولا يبالي بما يفعل من الفسق والضلال، أسأل الله السلامة يا رب، ربي سلم. أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد، يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفءا للمرأة. ما هي الكفاءة الآن؟ ما هي الأمور التي يشترط أن توجد في الزوج حتى يكون هو كفءا؟ يعني بما تكون الكفاءة؟ بما؟ بالجمال؟ بالعضلات؟ بما؟ قال نسبا، بالنسب، إن كانا عربيين أصلا، لأن العجمي ليس كفءا للعربية، عنصر العرب، هذا تفضيل من الله عز وجل، هذا تفضيل، شرف العرب بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عجميا لكان عنصر العجم أشرف من عنصر العرب، فشرف العرب، يعني هنا نلاحظ أحبابنا هذه يذكرها أصحاب الإشارات، يقولون يعني يبينون عظمة القرآن وأثر الشريف والعظيم إذا حل في شيء فيشرف بشرفه. قالوا القرآن هو كلام الله عز وجل، لما نزل في شهر رمضان صار شهر رمضان أعظم الشهور، فلما نزل في ليلة القدر كانت ليلة القدر أعظم الليالي، ولما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات على الإطلاق،
ولما أنزل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، صار العرب أشرف الخلق، يعني أشرف الأمم، يعني أشرف الأمم على الإطلاق، أشرف الأمم. وكذلك القرآن لما ينزل في قلب في جوف واحد منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا العرب شرفوا بكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا قال الكفاءة إذا الآن تعتبر وتلاحظ نسبا إن كانا عربيين أصلا، وإسلاما ومالا وصلاحا، وكل هذا سيشرحه الشيخ الآن، وحرفة، سواء كانا عربيين أو غير عربيين. إذا بالحرفة الآن هناك خلاف. فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة التي هي النسب، الإسلام، المال، الصلاح، الحرفة، فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة. ما هي حتى لو كان الأب، قلنا الأب، ولكن متى الأب اشترى فيه؟ لا يصح الأب إذا كان ماجنا معروفا بسوء الاخت. أما لو كان الأب صالحا غير ماجنين، غير معروف بسوء الاختيار، غير معروف بسوء الاختيار، زوجها من غير الكفء يصح، لأن هو الأب هنا نقول بأنه هو صالح ولم يعرف عنه سوء الاختيار، هو تنازل عن الكفاءة لاعتبارات كثيرة، هو يرى المصلحة فيها نحن لا نراها. إذا هنا في النكاح غير صحيح في الصور المتقدمة، يعني إذا كان المزوج الأب أو الجد وكانا مع ماجنين، أو الأخ، أو هي زوجت نفسها، أو هي زوجت نفسها. وقد علمت مما تقدم أنه إذا زوجت المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد، أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء، أو زوجها الأب أو الجد وهو مشهور بسوء الاختيار قبل العقد، يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفءا للمرأة، فإن كان غير كفء فلا يصح العقد. فإن كان غير كفء لا يصح العقد، يعني العقد من أصله باطل غير صحيح. قال: والكفاءة معتبرة في ستة أشياء، وهي النسب، إن كانا عربيين أصلا، والإسلام، والحرية، والمال، والديانة، التقوى، يعني التقوى، والحرفة، سواء كانا عربيين أو غير عربيين. وقد نظم بعضهم هذه الأشياء الستة تسهيلا لحفظها، فقال: إن الكفاءة في النكاح تكون في ست: لها بيت بديع قد ضبط، نسب وإسلام كذلك، حرفة، حرية، وديانة، مال فقط. وإنما اعتبرت في هذه الأشياء، إن اعتبرت الكفاءة في هذه الأشياء، لأن التفاخر يقع بها فيما بين الناس، فلا بد من اعتبارها، فلا بد من اعتبارها. فالنسب معروف، والعربي عند الفقهاء هو من يعرف اتصال نسبه إلى قبيلة من القبائل. للأسف الآن كثير من العرب نسوا أنسابهم، يعني عندنا مثلا في الشام قل من يذكر، لا سيما أهل الشام، يعني أهل دمشق، أهل حمص، أهل حلب، هؤلاء أهل المدن. يعني هناك عندنا مدن، مثلا عندنا في الشام مثلا درعا، يعرفون أنسابهم، ما زالوا يعرفون أنسابهم. الجنوب عندنا كذلك، أظن في الشمال الشرقي أهالي الدير، والله أعلم. يعني هناك من العرب الآن من نسي أنسابهم، ومنهم من بقي. فالأصل الآن الشيخ يذكر لنا الأصل في العربي أنه يحفظ نسبه ويتصل نسبه إلى قبيلة. قال:
فالنسب معروف، والعربي عند الفقهاء هو من يعرف اتصال نسبه إلى قبيلة من القبائل، والعجمي بخلافه. والعجمي بخلافه، لا يعرف العجمي إلى أي العجم ضيعوا أنسابهم، كما ضيع العرب في هذه الأيام كذلك أنسابهم، ليس الكل، بعض. فقريش بعضهم أكفاء لبعض، لا تقول أكفاء، الأكفاء جمع كفيف، أكفاء تسكين الكاف، أكفاء. فقريش بعضهم أكفاء لبعض، فلا يعتبر التفاضل فيما بين قريش. فالقريش القبائل، عند قبائل قريش كلها فروع قريش، يعني فروع قريش كلها واحدة. والعجم قال عن محمد، الإمام محمد يعني، إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الخلافة، يعني واحد من عامة قريش ليس له أن يتزوج واحدا من بيت الخلافة إذا كانت خلافة ما زالت في قريش، هذا قول الإمام محمد، وكأنه قال ذلك تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة. ويدل على عدم اعتبار التفاضل بين قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته من عثمان، وهو عدوي لا هاشمي، هو عدوي، هو من قريش، هو من قريش ولكن ليس من فرع عبد المطلب، وهو عدوي لا هاشمي. وزوج علي كرم الله وجهه بنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، وهو عدوي لا هاشمي، وهي هاشمية من بني هاشم، يعني كلهم قريش قريشيون، ولكن عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كلاهما من بني من عدي. أما النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وكلاهما كما قال الشيخ ويجمعهما قريش من قبيلة واحدة. وكذا العرب غير قريش بعضهم أكفاء لبعض، بعضهم أكفاء لبعض، ولا يكون سائر العرب أكفاء لقريش، فأفضل العرب قريش، فغير قريش ليس كفءا للقرشية. قال والعجم ليس بكفء للعرب، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم أكفاء لبعض، بعضهم أكفاء لبعض، بطن ببطن، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل. فلما قال النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن، دل ذلك على أن التفاضل بين قريش غير معتبر، دل ذلك على أن التفاضل بين قريش غير معتبر، لأنه عليه الصلاة والسلام قابل البعض بالبعض من غير اعتبار الأفضلية أو التفضيل بين القبائل، التفضيل بين القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بطن ببطن، فترتيب الطبقات، ترتيب الطبقات في العرب، أول شيء الشعب، بعده يأتي القبيلة، أول مرتبة الشعب، يعني الشعب تحته عدة قبائل، عدة قبائل، ثم تأتي القبيلة، القبيلة تحتها العمارة، فالقبيلة فيها عدة عمارات، عدة عمارات، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم الفصيلة. فإذا قريش قبيلة تحتها عمارة، تحتها بطون إن صح التعبير، أفخاذ وفصائل، هذه كلها متكافئة فيما بينها. إذا قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الموالي رجل برجل، قال أكفاء
لبعض رجل برجل، لأنهم ضيعوا أنسابهم فلا يفتخرون بها لجهلها عندهم، وإنما يفتخرون بالإسلام والحرية والحرفة. يقول فلان أبي تاجر، أبي بزاز يبيع الحرير البز، أبي عطار يبي مثلا يبيع الذهب، فلان يقول أبوه مثلا حلاق أو خياط إلى غير ذلك. هذه مهن، ولكن هذه المهن الذي ينبغي أن نعرف أحبابنا صح التعبير خساستها، اعتبار كونها خسيسة وضيعة أو رفيعة، هذا أمر عرفي، هذا أمر عرفي. والتفاضل في الحراث كذلك أمر عرفي. إذا وصلنا إلى الآن في هذا الزمان يعني قلما يتفاخر الناس بالحرف، قلما، إلا إذا كان هناك بون واسع بين الحرف. في بعض الحرف، بعض الحرف تبقى يعني الناس يعتبرها دنيئة، كمن مثلا يعمل في الأحذية مثلا، مع احترامنا له وتقديرنا له، ولكن هذه المهنة، فإذا جاء ذهب واحد يعمل بالأحذية مثلا وتصنيعها، ذهب ليتزوج امرأة بنت إنسان يعمل بتجارة الذهب، ولكن قد يكون لهذا الذي يعمل بالأحذية عنده مصنع كبير ضخم، فهذا يختلف. واضح؟ فصار الموضوع إذن يعني واقع تحت ضوابط العرف، ضوابط العرف ليس على إطلاقه، وليس على إطلاقه. قالوا إنما سمي العجم موالي لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب، وكان للعرب استرقاقهم، كانوا قادرين أن يجعلوهم عبيدا، فإذا تركوهم فكأنهم أعتقوهم. والموالي هم المعتقون، الموالي هم المعتقون، فلذلك سمي العجم موالي. يعني أصل المولى من هو؟ أنا عندي عبد أعتقته فأنا صرت مولاه، صرت وهو يسمى كذلك مولى، لفظ مشترك يطلق على العبد ويطلق على السيد المولى. فالعرب لما فتحوا بلاد العجم بالسيف بالسلاح خضع كلهم تحت سيوفهم فصاروا كالعبيد، فلما تركوهم ولم يسترقوهم فكأنهم كانوا عبيدا وأطلقوهم. وأفضل الناس نسبا بنو هاشم ثم قريش ثم سائر العرب، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اختار من الناس العرب. إذن تشريف العرب باختيار من الله واصطفاء، ومن العرب قريشا، واختار منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه أحبابنا، لذلك لا يصح للعربي أن يفتخر على العجمي بكونه عربيا. ليه؟ لأن هذا الفخر ليس بصنعك. لذلك تأمل قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا لا أفتخر بذلك ولا يحق لي أن أفتخر بذلك. ليه؟ لأن هذه السيادة لم أكتسبها اكتسابا، وإنما هي محض فضل وعطاء من الله جل وعلا. فإن كان يحق لي أن أفتخر فينبغي علي أن أفتخر بشيء اكتسبته. واضح الكلام؟ ذلك قبيح من إنسان أن يفتخر على غيره بجماله، هذا الجمال ليس لك، ليس من صنعك. ولكن لو افتخر باجتهاده بنشاط مثلا بتفوقه، يعني يقال له يحق له أن، ولكن وليس له أن يفعل ذلك، ولكن يعني ربما يعذر، ربما يعذر وإن كان ليس له ذلك، ليس له ذلك، ولكن هذا التفوق هذا بجهده. فقال إن الله اختار من الناس العرب ومن العرب قريشا، واختار منهم من قريش عن بني هاشم، واختارني من بني هاشم ولا فخر. قال والقرشيان
من جمعهما أب، القرشيان من جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونه، ومن لم ينسب إلا لأب فوقه يعني لفوق النضر بن كنانة فهو عربي غير قرشي. إذن قريش تبدأ من النضر بن كنانة فما دون. والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أي النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فإنه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إرياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. واقتصر البخاري في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدنان، وجاء في الحديث إلى هنا صدق النسابون، وما بعد ذلك فوق ذلك يكذبون، النسب غير صحيح، فوق سيدنا فوق عدنان فوق عدنان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته وكما توفيق ورضيت بالله تعالى. إذا قال: والخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم كلهم من قريش لانتسابهم إلى النضر فمن دونه، وليس فيهم هاشمي إلا علي كرم الله وجهه. فإن الجد الأول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جده، فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فهو من أولاد هاشم. وأما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجد السادس وهو مرة، فإنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع
وهو كعب، فإنه عمر بن الخطاب من ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بالياء وليس بالباء، ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب. قال: ورياح بكسر الراء وبالياء تحتها نقطتان. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فيجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجد الثالث. جميل. وهو عبد مناف، فإنه عثمان بن عفان، يعني سيدنا عثمان هو أقرب نسبا إلى النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من سيدي أبي بكر وسيدي عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وعنا بهم. فإنه عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. المادة السادسة المادة الرابعة والستون. قال: يعتبر الإسلام الآن بعد أن تكلم عن النسب، سيتكلم الآن عن الكفاءة من حيث الدين الإسلام. يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير. بنت، الإسلام الآن يعتبر الزوج الأب والجد، هو مسلم، أبوه مسلم، جده مسلم. فإن كان أبو جد كان أبو جده أو جد أبيه غير مسلم ما في مشكلة. فيعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير. فمسلم بنفسه فقط، أبوه غير مسلم، جده غير مسلم، ليس كفءاً لمسلمة أبوها مسلم. ومن له أب واحد مسلم ليس كفءاً لمن لها أبوان مسلمان. ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء في الإسلام. قالوا: إسلام الأصول معتبر في العجم، وأما في العرب فهو غير معتبر. الأصول يعني مثلاً عربي مسلم أبوه كافر، عربي مسلم أبوه كافر، كفء لبنت مسلمة أبوها مسلم. أما عجمي مسلم أبوه كافر ليس كفءاً لعربية، هو بالأصل غير، هي بالأصل وليس كفءاً، هو بالأصل ليس كفءاً هو للعربية. أما في العرب يعني لو كان عندنا مثلا عربي مسلم بنفسه أبوه كافر، هو كفء لامرأة مسلمة آباؤها مسلمون. لا يشترط أن يكون أبو العربي فقط، لا يشترط أن يكون آباؤه مسلمين، لا يشترط. أما عندنا عجمي أسلم بنفسه، هل هو كفء لعجمية أبوها مسلم؟ ليس كفء. فإذا إسلام الأصول معتبر عند العجم غير معتبر عند العرب. ليه؟ لأن كونه عربيا هذا لحد ذاته يعني هو له خصيصة، سيأتي الكلام على كله. قال: أما في العرب فهو غير معتبر. فمن لا أب له في الإسلام من العرب وهو مسلم كفء لمن لها آباء في الإسلام، لأن العرب يتفاخرون بالنسب فيعدون النسب كفءاً لنسب آخر. أما العجم فهم يتفاخرون بالدين بالإسلام. وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم فمفاخرتهم بالإسلام. فمن كان له أب في الإسلام يفتخر على من له على من لا أب له فيه ولا يعده كفءا له. البنت تقول: أنا أبي مسلم، كيف أتزوج من أبوه كافر؟ وحينئذ لا يكون من أسلم بنفسه من العجم كفءا لمن لها أب في الإسلام. ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفءا لمن لها أبوان فيه. إذن هذا الكفاءة بالإسلام هي معتبرة عند غير العرب. أما من له أبوان في الإسلام فكفء لمن لها آباء فيه، لأن أصل التعريف بالأب. أنت ما اسمك؟ زيد. ابن من؟
ابن عمر عرفتك. أي عمرين؟ ابن خالد. فتمت المعرفة بتحديد الجد، فلذلك كان الإسلام كان المعتبر هو الإسلام المرء وأبيه وجده، لأن تمام التعريف يكون بالجد الأول، فلا يشترط أكثر من ذلك. فتبين من هذا أن الإسلام معتبر في حق العرب بالنسبة إلى الزوج وحده لا إلى أبيه وجده، وفي حق العجم الإسلام معتبر بالنسبة للزوج وأبيه وجده. قال: والحرية نظير الإسلام، فمن ذكرنا فيما ذكرنا بالنسبة للعرب، يعني من كان حرا من العجم، من كان حرا من العجم وأبوه رقيق عبد، ليس كفءا لحرة أبوها حر، هذا من العجم. وكذلك من كان له أب في الحرية هو حر وأبوه حر وجده رقيق، ليس كفءا لمن هي حرة وأبوها حر وجدها حر. إذن التكافؤ الحاصل في الإسلام هو نفسه في الحرية كذلك. أما كما قال: وأما بالنسبة للعرب فهي لازمة لهم. العرب أحرار، لأنه لا يجوز استرقاقهم. العربي إما الإسلام وإما الموت. العرب إما الإسلام وإما السيف، ما عندهم إيش استرقاق، فالحرية لازمة لهم. ولا يبعد أن يكون من أسلم بنفسه كفءا لمن أعتق بنفسه، ولا يكون معتق الوضيع كفءا لمعتقة الشريف. جميل. يعني فلان مثلا يعمل بتصليح الأحذية مثلا، أو بجمع القمامة، عنده عبد اعتقه، فهو حر هذا العبد صار. والي البلاد عنده أمة اعتقها، فهل هذه معتقة الوالي؟ فهل هذا معتق الزبال أو معتق الخياط أو معتق الحلاق كفء لمعتقة الوالي؟ ليس كفء لها. هذا معنى قوله: ولا يكون معتق الوضيع كفءا لمعتقة الشريف. المادة 65. قال: شرف العلم فوق شرف النسب. شرف العلم فوق شرف النسب. فغير، لذلك قالوا: طالب العلم كفء لبنات الملوك حتى ولو كان فقيرا. طالب العلم يعني من الفساد في الأرض. إذا جاءك أيها الغني، أيها الشريف، أيها النسيب، أيها الأمير، إذا جاءك طالب علم يطلب ابنتك للزواج، من الفساد في الأرض عدم إعطائه، هو طالب علم. قال: شرف أحبابنا، هذا الكلام نحن نقوله للعمل وليس للتصدير. كان لي صديق، لا نريد أن المهم هذا الأمر أحبابنا يعني أن نقوله. ربما يوجد، وقد وجد هذا، وجد في الواقع بعض العلماء، بعض الشيوخ لهم سلطة، لهم وجاهة، إذ يأتيهم طالب علم مثلا متواضع يطلب بناتهم يرفض إعطاءه إياه. قال أحدهم لبعض الشيوخ: ألم تعلمون مولانا أن طالب العلم كفء لبنات الملوك؟ فطرده من البيت، طرده من البيت. نعم. تجد هذا الذي طرد طالب العلم، لأنه واجهه بهذه الحقيقة، تجده الآن يوالي الظالمين، يوالي الظلمة. لأن العمل بالعلم أحبابنا، العمل بالعلم، العلم يؤخذ للعمل جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. وهذا العلم
إذا كنت أنت تجد نفسك لا تطبقه لا تعمل به فأنت على خطر شديد، أنت على خطر شديد، أنت على خطر شديد. والله هذا العلم للعمل أولا، هذا العلم للعمل. أنت، أنا هذا أقوله دائما، أنا أتعلم العلم أول شيء، أول شيء، أول شيء أتعلم العلم امتثالا لأمر الله عز وجل، امتثالا لأمر النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ثانيا لأرفع الجهل عن نفسي، لأرفع الجهل عن نفسي، ولأعبد الله على بصيرة، على علم، وبعد ذلك لتعليم الآخرين، لتعليم الآخرين. فالمهم، إذن شرف العلم فوق شرف النسب، فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت، انتبه، غير العربي العالم يعني سيدي أبو حنيفة رحمه الله هو كفء لبنات الملوك وإن كانوا عربا أقحاح، وكاكد طلاب العلم، كل طلاب العلم. فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية، والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل، العالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل. قال الشارح: فالعجمي لا يكون كفءا للعربية ولو كان ذا جاه، العجمي مطلق ليس طالب العلم، العجمي إذا كان لا يكون كفءا للعربية وإن كان ذا جاه حتى ولو كان سلطان، لكن ليس بعالم، ليس طالب علم شرعي. المراد هنا شرف العلم الشرعي، يعني العلم الشرعي، هذا الأصل. إذن العجمي لا يكون كفءا للعربية ولو كان ذا جاه، بأن كان سلطانا أو عالما. هنا الشيخ يقول: حتى ولو كان العجمي عالما لا يكون كفءا للعربية، ولكن هذا يعني الشيخ والله أعلم أخذ هذا الكلام من صاحب البحر ابن نجيم، لأن صاحب البحر، انتبهوا أحبابي، هنا لابد من التعليق والتنبيه على هذا الأمر. الشيخ الشارح زيد الإبياني يقول: حتى العجمي إن كان عالما ليس كفآن للعربية. قال كأنه أخذ هذا الكلام من البحر، لأن صاحب البحر رحمه الله ابن نجيم قال: لا يكون العالم العجمي كفآن للعربية. قال وهو ظاهر الرواية، ولكن يقول سيدي ابن عابدين رحمه الله: تعقب ابن نجيم صاحب البحر، تعقب في هذا الكلام، في هذا القول، أنه لما قال ظاهر الرواية أن العالم العجمي ليس كفءا للعربية وجعله ظاهر الرواية، قال تعقبه العلماء حتى قال بعضهم: قول ابن نجيم هذا ليس له دليل، ليس عليه دليل بأنه ظاهر الرواية. واضح الكلام؟ لذلك أحبابنا، الصحيح المعتمد هو ما قرره الشيخ محمد قدري باشا صاحب المتن، خلافا لما يوهمه كلام الشارح، لأن المذكور في المتون والمنصوص عليه في كتب الفقه أن طالب العلم كفء لبنات الملوك. وقال البعض إن كان هذا البعض أحبابنا هو ما جزم به صاحب المحيط. نقرأ العبارة أولا: وقال البعض إن كان الحسب والجاه آتيين من جهة السلطة وليس من جهة النساب، من جهة السلطة، فلا يكون كفءا لها للعربية. إن كان هذا العجمي ذا سلطان أو ذا وجاهة، فهذه الوجاهة وهذه السلطة جاءت من جهة هذا الحسب والجاه جاءه من جهة السلطة، لا يكون كفءا للعربية. وإن كان هذا الحسب وهذا الجاه من جهة العلم كان كفءا لها، لأن شرف العلم فوق شرف النسب. واختار هذا القول
وجزم به صاحب المحيط وهو ما ارتضاه، كذلك الشيخ الكمال بن همام وجزم به في فتحه في فتح القدير، وكذلك البزازي رحمه الله، وكذلك ذكره كذلك ذكره بعض الشيوخ بصيغة الجزم بصيغة الجزم، وجعله بعض العلماء مصرحا في متونهم في المتون كصاحب الغرر كصاحب الغرر جعله في المتن، فدل على أن أنه هو المعتمد، على أن المعتمد ما قول هذا البعض وليس القول الذي ذكره أولا الشارح، وإنما المعتمد ما قرره الشيخ قدري باشا صاحب المتن. ولذا قيل إن عائشة، يعني لما كان شرف العلم فوق شرف النسب، قيل إن عائشة أفضل من فاطمة. ليه؟ لكثرة علمها. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها هي أعلم من السيدة فاطمة، ولكن بالنسب السيدة فاطمة فوق السيدة عائشة. قال لكثرة علمها وفوق شرف المال أيضا، يعني العلم شرف العلم فوق شرف النسب وفوق شرف المال أيضا. ولذا يكون العالم الفقير كفؤا لبنت الغني الجاهل، كفؤا لبنت الغني الجاهل. ثم قال المادة 66، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.